تخيل أن تستيقظ صباحاً في عالم كل الشوكولاتة التي يمكنك أن تأكلها فيه وردية اللون، تتلألأ بشكلها الياقوتي المتوهج الجميل في عينيك على الفور. وقبل أن تستوعب ما يحدث يسيل لعابك، تمسك لوحة الشوكولاتة الوردية بين أصابعك، وأخيراً تتذوق هذه التحفة الفنية. مذاقها جيد، لكن لا يبدو مثل مذاق الشوكولاتة الذي تعرفه. هناك جدل كبير عما إذا كانت الشوكولاتة الوردية هي النوع الرابع من الشوكولاتة أم لا. لدينا الشوكولاتة الداكنة والبيضاء والشوكولاتة بالحليب والآن الوردية. حسناً لا تقلق، سوف نفهم السبب الآن. ظهرت الشوكولاتة الوردية في الأسواق عام 2017 من خلال شركة سويسرية بلجيكية اسمها بالي كاليباوت. يعتبر مسؤولو الشركة طريقة صناعة الشوكولاتة الوردية سراً صناعياً، ومع ذلك فقد كانوا منفتحين بعض الشيء حول العملية نفسها. ربما خفيت عنك هذه المعلومة. في الواقع يستغرق الأمر جهدا ووقتا طويلا حتى نحصل على لوح الشوكولاتة من حبوب الكاكاو. عادة ما تكون عملية التخمير هي ما تمنح الشوكولاتة نكهتها المميزة والمعقدة، لذا ستحتاج إلى تحميص الحبوب لتكتسب بذلك لون الشوكولاتة الداكن المعتاد. وبعد طحن الحبوب إلى حبيبات الكاكاو، يأتي الجزء الأخير من العملية المتمثل في إذابة الحبيبات إلى نوع من صلصة الشوكولاتة يتم خلطها بالسكر والزبدة والحليب أو أي مكونات أخرى. يميل اللون الطبيعي للحبوب إلى الأرجواني ويتغير إلى لون داكن أثناء عملية التخمير، لكن للحصول على الشوكولاتة الوردية يوقفون عملية التخمير في مرحلة ما في المنتصف، وبذلك يحتفظون بجزء من اللون الأرجواني الأصلي، ثم يضيفون إليه بعض المكونات السرية الأخرى ليصبح الخليط وردي اللون. إذا تسبب هذا الفيديو في إثارة شهيتك، يمكنك الذهاب الآن إلى أقرب متجر للبحث عن شوكولاتة كيت كات الوردية. ستلاحظ أن ملمس هذه الشوكولاتة يشبه ملمس الشوكولاتة البيضاء، لكن مذاقها لاذع قليلا وبنكهة الفاكهة. ربما يفسر هذا بعملية التخمير التي تحدثنا عنها. إذا لم تعثر على شوكولاتة كيت كات الوردية في المتجر، توجد وصفة أخرى قريبة بما يكفي من مذاق الشوكولاتة الوردية الأصلية. وفقا لخبير الشوكولاتة أنغوس كينيدي، يمكنك تناول جزء من الشوكولاتة البيضاء مع إضافة قليل من توت العليق وقطعة صغيرة من الشوكولاتة بالحليب. هكذا سيبدو تقريبا مذاق لوح الشوكولاتة الوردية. وإليك معلومة طريفة، هناك نقاش واسع أيضا حول ما إذا كانت الشوكولاتة البيضاء تعتبر بالفعل شوكولاتة أم لا. يرى علماؤنا أنه لا يمكن اعتبارها شوكولاتة بيضاء لأنها لا تحتوي على أي حبوب كاكاو، فهي مجرد زبدة كاكاو مخلوطة بالسكر مع قليل من الفانيليا في بعض الأحيان لإضافة النكهة. بينما تزعم دراسات أخرى أن الشرط الأساسي لأن نطلق على منتج ما شوكولاتة هو النسبة المئوية لدهون الكاكاو فيه. وما دام هذا هو الشرط الأساسي، يمكننا عندئذ أن نعتبر الشوكولاتة البيضاء نوعا من الشوكولاتة بلا تحفظ. على أي حال، لماذا حازت الشوكولاتة الوردية على شعبية كبيرة بين الجمهور؟ السبب هو أننا لا نأكل بأفواهنا فقط، تشارك جميع حواسنا في عملية تناول الطعام، وتؤثر عوامل الحجم والشكل واللون والملمس بشكل كبير في مدى جاذبية الطعام لنا، كما تحدد الروائح الكثير من رغباتنا في الأكل. قد يبدو هذا جنونيا، لكن رائحة الطعام قد تحفز براعم التذوق لدينا، لكننا بالأساس نأكل بأعيننا أولا. أعني انظر إلى كريمة الشوكولاتة الوردية هذه، وإلى هذه القشدة من الشوكولاتة الياقوتية، إنهما جذابتان من الناحية الجمالية، وتجعلك تعتقد أنك ستأكل أحد ألوان قوس قزح. تناول الطعام بأعيننا أولا حقيقة عرفها البشر منذ قديم الزمان. لنلقي نظرة على أسلافنا الأوائل على سبيل المثال. يعتقد العلماء أن الرئيسيات ربما طورت رؤية ثلاثية الألوان لتمييز الفواكه الملونة المغذية عن النباتات الخضراء الداكنة،
وراهن أن مجرد النظر إلى هذه الصور الشهية للأطعمة تجعلك تتوق إلى تذوق ما نتحدث عنه الآن. لكن عقولنا ليست بارعة الذكاء عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، ويسهل خداعها بشكل كبير. على سبيل المثال، إذا شربت سائلا ورديا مذاقه يشبه الموز، سوف يستغرق دماغك بعض الوقت لاستيعاب الأمر بشكل صحيح، وذلك لأن توقعك الطبيعي أن يكون مذاق المشروب أشبه بالفراولة. أظهرت دراسة أخرى أن عقولنا تترجم خشونة ملمس الطعام إلى أنه طعام صحي، حتى عندما لا يكون كذلك فعلا. إذا أعطيتك قطعة كعك خشنة وأخرى ناعمة وطلبت منك تناول القطعة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل، من المرجح أن تختار القطعة الأولى. تظهر هذه الدراسة التي نشرتها مجلة أبحاث المستهلك أن الأطعمة ذات الملمس الخشن تبدو صحية أكثر، حتى إذا كانت لها ولنسخها الناعمة القيمة الغذائية نفسها. لهذا السبب نأكل ألواح الجرانولا وحبوب الإفطار المخلوطة لاعتقادنا أنها صحية أكثر، رغم أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. حتى اليوم نميل كثيرا إلى الأكل بأعيننا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح أول ما تفعله بمجرد وصول الطعام الذي طلبته هو تصويره أولا. كلما كان شكل الطعام وطريقة تقديمه أجمل، تزداد احتمالية حصول صاحب الصورة على تفاعل أكبر، وتزداد احتمالية طلب نفس الطعام من نفس المطعم. من الناحية الإيجابية، يبدو أن جميع المطاعم في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر إبداعاً وابتكاراً. هل سمعت من قبل عن خبز بيجل قوس قزح؟ كان الناس على الإنترنت مهووسين بهذا البيجل منذ سنوات، ولا ألومهم على ذلك. يبدو عجين هذا الخبز أقرب إلى الصلصال من شيء صالح للأكل، لكنه مذهل وجميل للعينين وحظي بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار على حد سواء. قال أحد المعجبين إنه أشبه بتناول أشعة الشمس، وكلما كانت الألوان ساطعة كان أفضل. وماذا عن الأدوات اليومية الصالحة للأكل مثل فرشاة الشعر؟ لا تقلق، إنها كعكة من الداخل. بقدر ما يبدو تناول كعكة فرشاة الشعر غريبا، ستكون تجربة رائعة أيضا. فاجأنا هذا التوجه الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من العناصر الغريبة الصالحة للأكل، مثل الكاميرات الفورية القابلة للأكل، وصابون اليد القابل للأكل، وزجاجات المياه القابلة للأكل، وحقائب اليد القابلة للأكل، وغيرها من الأشياء. وتحظى أواني الأساي اليوم أيضا بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الظلال الأرجوانية الفاتنة الساطعة مع صفوف الجرانولا المنتظمة بشكل مثالي وبذور اليقطين والشوفان تسيل لعابك بمجرد النظر إليها. بالمقابل، أصبحت المطاعم تبالغ أيضا بعض الشيء من أجل جذب انتباه المستهلكين حول العالم. وما يخطر بذهن الآن شطيرة برجر كينج الرباعية. تتكون الشطيرة من 5 شرائح خبز و5 شرائح جبن و5 شرائح من اللحم المقدد. هل تتخيل؟ ستحصل على أكثر من 2000 سعر حراري في شطيرة برجر واحدة، أي مقدار التغذية التي يحتاجها شخص عادي في يوم كامل تقريبا. لا شك أن مجرد النظر إليه صادم، فما بالك بتناوله. ومع ذلك، فحاجتنا لأن يكون الطعام جذابا من الناحية الجمالية له عيوبه أيضا. في المتاجر مثلا، نميل إلى اختيار الفواكه والخضروات التي نعتبرها مثالية، وهذا يعني التخلص من الكثير من الأطعمة القبيحة في سلة المهملات بسبب عدم رغبة أحد في شرائها. بالتأكيد نأكل بأعيننا أولا، لكن من المهم أن ندرك أنه حتى الفواكه غريبة الشكل يمكنها أن تلبي احتياجاتنا الغذائية بنفس قدر الفواكه الوسيمة. يسعى المسؤولون عن مشروع الطعام القبيح في سنغافورة إلى تغيير هذه الثقافة عبر توفير إمكانية شراء الطعام المعيب من متاجر البقالة على الإنترنت، ويعتقدون أن المستهلكين مدعوون إلى تغيير نظرتهم وزيادة تقبلهم لتلك الأطعمة. وهناك مشروع آخر قد يغير نظرة البعض للمعنى الحقيقي لعبارة إننا نأكل بأعيننا، يتمثل في المطاعم التي تقدم الطعام للزبناء وهم معصوبو الأعين. منذ عام 1999 عرض أصحاب مطاعم على بعض الزبائن خوض تجربة تناول الطعام دون استخدام حاسة البصر. ساهمت التجربة بشكل طبيعي في تعزيز الاعتماد على الحواس الأخرى مثل التذوق والشم. كما أظهرت دراسة أجريت في عام 2002 أن من تناولوا الطعام معصوبي الأعين تناولوا كميات أقل بمقدار 22% ممن كانوا يرون ما يأكلونه،
أي أن الشخص معصوب العينين يحس بالشبع أسرع ممن يرى ما يأكله، وهذا يعني أن شهية العين أكبر من شهية المعدة. وإذا كان الطعام جذابا للعين فهذا قد يدفعنا لطلب كميات طعام أكبر بكثير مما يمكننا أكله.